يعطيكم ألف عافية شباب دفعة حياة معكم زميلكم عماد الربضي واليوم راح نكون معكم بشرح لكتشر خمسة ستة من الفيسيولوجي أو الجنرال فيسيولوجي اللي هي تحت عنوان البادي فلويدز طيب إيش الليكتشر أوبجيكتيفز اللي هن المواضيع اللي لازم احنا نكون فاهمينهم بعد ما نكمل اللكتور أول إشي identify body fluid compartment يعني لازم نقدر نعدد body fluid compartment وهذا إشي يعني هو يفترض أن يكون جديد بس أنا شرحته بالمحاضرة الأولى لأنه الدكتور اتطرق له ولو أنه كانت رؤوس أقلام recognize the composition of ECF and ICF blood volume and potential spaces يعني لازم انه ريكوجنايز ذا كومبوزيشن اللي هي ممكن نعرف ايش هي مكونات الاي سي اف اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد والاي سي اف الانترستيشال او اللي هو الانتر سيلولار فلويد وحكينا الانترنال انفايرومنت للي بتذكر الاي سي اف هو الانترنال انفايرومنت خلص هو الانترنال انفايرمنت بلاد فوليوم اند بوتنشال سبيسز يعني لازم نعرف اللي هي الكومبوزيشن او مكونات الاي سي اف الاكسترا سيلولار فلويد الاي سي اف اللي هي الانترا فلويد بلاد فوليوم اللي هو الدم اند بوتنشال سبيسز اللي هي السبيسز يعني الفراغات الموجوده بالجسم ايش السوائل اللي بتكون موجودة فيها يعني مبدئيا احنا ما في عنا فراغات بالجسم في سوائل يعني اي فراغ بالجسم بيكون فيه سائل study the measurement of fluid volume in body fluid compartment study the measurement of fluid volume in body fluid compartment يعني ان ندرس اللي هي المجرمنت القياسات للفلويد فوليوم اللي هي حجم الفلويد او السائل in body fluid compartments اللي هي بمكونات البدي فلويد recognize the indicator uh, dilation principles and law of mass uh, pers perservation, preservation يعني بحكي لك بدنا نتعرف على المبادئ اللي هن الانديكيتور دايوليشن برينسيبل اند لو اوف ماس بريزرفيشن يعني هاي مبادئ بدنا نتعرف عليها بالمحاضرة طيب بالبداية في عنا جنرال برينسيبلز أو مبادئ عامة شرحناهن كثير اللي هي بالهيموستاسيس والأشياء هاي نرجع نعيدهن على السريع قبل ما نبلش بالشرح هيموستاسيس ريكوير the مينتيننس أوف أ Of a relatively constant volume and stable composition of body uh, of body fluids يعني بحكي لك انه الهيموستاسيس اللي هو الاتزان بالجسم requires the maintenance بتطلب محافظه of a relatively constant volume يعني حجم ثابت and the stable composition و stable composition يعني تراكيب ثابته of body fluids لا body fluids هاي اللي هي الشغله الاولى انه الهيموستاسيس ايش إن يعني هيموستاسيس انك تحافظ على النسب ثابته اللي هي ايش حكينا عنها اللي هي بالستيدي ستيت ايش آه يعني حافظ عليها بنسب ثابته او بالستيدي ستيت آه انها تكون ريلاتيفلي آه كونست conist... انها تكون ريلاتيفلي كونستانت يعني كونستانت آه... فوليوم حجم ثابت اند ستيبل كومبوزيشن اوف body fluids ومكونات البودي فلويدز فيها تكون ثابته to stabilize body fluid fluid intake by ingestion or synthesized because of metabolism should be equal to fluid output اللي هي بحكي لك انه عشان تحافظ على الستابيلايز بالبادي فلويد الفلويد انتيك اللي هي نسبه اخذك للفلود عن طريق الانجيشن او اللي هي الهضم او اللي هي synthesized آه الاشياء اللي بنتجها الجسم او السوائل اللي بنتجها الجسم اللي هي H2O يعني بنتجها الجسم بيكوز اوف ميتابوليزم من عمليات الايض هاي الشغلات لازم تكون ايكوال مساويه fluid اوتبوت اللي هي الأشياء أو السوائل اللي بخرجها الجسم fluid intake can be controlled by thirst mechanism الثيرس ميشانيزم رح نأخذها اللي هي بعدين بالمحاضرات الجاي whereas the most important means by which the body controls the output of water and uh, electrolytes to watch the intake is by the كدني يعني آه بيقول لك وير از موست امبورتنت مينز اللي هي اهم اليه عشان اللي هي مثل ما حكينا انه آه الفلويد انتيك يعني عشان نحافظ على الهيموستاسيس وانه الفلويد انتيك يكون ايكوال للفلويد فلويد انتيك يكون ايكوال للفلويد اوت آه بوت اللي هي الكدنيز او الكل الكلية آه اللي هو اليورينري سيستم اتوقع او مش اتوقع هو اليورينري سيستم طيب خلينا نبلش نشرح اللي هي البادي فلويد. البادي فلويد أو البادي فلويد بالأس سائل الجسم مكونة أو قبل مكونة هي عبارة عن خمسة وخمسين 60% لستين إن ميلز او خلينا ما نحكي ميلز نحكي ان يانغ هيك يانغ اه ان يانغ من اللي هي بتكون من خمسة وخمسين لستين بالمائة ان يانغ من وبتكون من خمسة واربعين بالمائة لخمسين خمسين بالمية in young يعني عند المان بتكون ايش عند اليانج من او عند الرجال بتكون من خمسة وخمسين لستين بالمية بعند الـ بتكون من خمسة وأربعين لخمسين بالمية آه ليش عند المن بتكون اعلى من عند الومن طيب مكتوب بالسلايدات انه لانه الومن بيكون عندها greater amount of adipose tissue A greater amount of adipose tissue آه هسه ليش انه عندها greater amount of adipose tissue يعني انه يعني body fluid بتكون بجسمها قليلة لانه ببساطة هاي مش موجود بسلايدات بس لازم نعرف ليش لانه الاديبوز tissue بيكون فيها lower water يعني الكومبوزيشن او مكونات الاديبوز tissue بيكون موجود فيها موجود فيها مياه اقل فلما تكون نسبتها اعلى عند اللومن فبالتالي تلقائيا رح, رح تقل نسبه المياه عن اللي هو المنس يعني البادي فلويدز 55 ل 60% باليانج من و45 ل 50% ان يانج ليش باليانج وومن بيكون الفلويدز اعلى لانه بيكون في جريتر اماونت اوف اديبوز تيشو ليش الاديبوز تيشو يعني ليش انه جريتر اماونت اوف اديبوز تيشو يعني بخليها خمسه بخليها نسبه المياه اقل لانه الاديبوز تيشو تكوينه في مياه اقل انتهينا آه نيجي اللي هي للبادي فلويدز كومبارتمنت او مكونات البادي فلويد احنا كلنا بنعرف واخذنا بالمحاضره الاولى انه البودي فلويد مكونة من اي سي اف و اي سي الاي سي اف او الانتر سيلولار فلويد الانتر سيلولار فلويد هو عبارة عن المياه او الووتر او الفلويد اللي بيكون موجود داخل الخلايا يعني كيف هاي خلية جواها فلويد وانتهينا اللي هو ايش بنسميه اللي هو نفسه السيتوبلازم وانتهينا هاي هي الاي سي اف طبعا ولازم نعرف انه هي بتشكل معظم سوائل الجسم نسبتها اثنين الى ثلاث من سوائل الجسم وعندك الاي سي اف مكونة من او اللي هي بتشكل آه بتشكل الثلث اكيد راح تكون يعني ثلثين البادي فلويد فهي راح تكون ثلث البادي فلويد ثلثين ثلث وبرضه بتنقسم لقسمين الاي سي اف ممكن تكون اللي هي اي اس اف اللي هي الإنترستيشال فلويد وممكن تكون بلازما الدم بلازما الدم هي اللي بتكون موجوده بالاوعيه <applause> تكون موجودة بالأوعية الدموية أو قبل وين بتكون موجودة الـ ISF اللي هي آه اس اللي هي السائل بين الخلوي او السائل اللي بيكون موجود بين الخلايا، كيف يعني كيف يعني بين الخلايا؟ هلا بحكي لك بس اول شي لازم نعرف نسبته، بشكل ما نسبته ثلاثة على أربعة من ايش؟ مش من سوائل الجسم، ثلاثة على أربعة من الـ أف من اللي هو سيلولار فلويد. اللي هو السائل موجود برا الخلايا البلازما اللي هي بتكون الربع طيب الانترستيشيال فلويد اللي هو زي ما حكينا لكم بالمحاضره الاولى ايش بيكون الخلايا بيكون في بنات متراصه لكن قد ما بتكون متراصه بيكون في جواتها ايش في بنات فراغات السوائل بتكون وحكينا انه الجسم لازم يكون خلايا الجسم بيكون دايما بيناتها فراغات أو, او اي فراغ بيكون بالجسم لازم يكون مليء بفلويد او سائل هذا السائل بيكون موجود بين خلايا الجسم بنسميه الإنترستيشال فلويد وبلازما الدم بتكون ميكست with blood. يعني مخلوطه بالدم بيكون محتويات الدم اللي هي الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز زائد البلازما اذا نرجع نعيد البادي فلويدز مكون 45% ل 50% ان يونج وومن اللي هي بال بال الادلت وومن خلينا نحكي اللي هي المراه البالغه آه ليش وبتكون 55 ل 60% ان يونج مين ليش ان يونج مين بيكون اكبر ان يانج مان بيكون ليش ان يانج وومن بيكون نسبه اقل لانه بتكون فيها جريتر اماونت اوف آه هنا لون ثاني او خلص هاي لانه بيكون في جريتر اماونت اوف ايش اوف اديبوز تيشيو ليش الابديبوز تيشيو بخلي نسبه المي اقل لانه هو الكومبوزيشن تبعه آه فيه آه نسبه مي قليله اليانج من في 55 ل 60% هاي بالنسبه للبادي فلويدز عند الميل والفيميل او عند اليانج من واليانج البادي فلويدز او سوائل الجسم مكونه من اي سي اف اللي هو اكسترا سيلولار فلويد واي سي اف اللي هو الانترا سيلولار فلويد الاي سي اف مثل ما حكينا <applause> هو بكون ثلثين والاي سي اف بكون ثلث سوائل الجسم او ثلث البادي فلويدز الاي سي اف آه ممكن ات آه يعني او مش ممكن هي الاي سي اف هي عباره عن السيتوبلازم اللي هو السائل اللي بيكون داخل الخليه السائل هذا السائل هاي خليه وهاي السائل اللي داخلها السائل اللي بيكون موجود داخل الخليه بنسميه الاي سي اف وبشكل ثلثين البادي فلويدز نسبه الاكبر من البادي فلويد اما الاي سي اف فحكينا بتكون من طبعا هو ثلث سوائل الجسم تكون من اي اس اف اللي هو الانترستيشيال فلويد وبلازما الدم اللي هو آه البلازما اللي هي اللي بتكون مخلوطه مع الدم الاي سي اف الانترستيشيال فلويد بيكون ثلاث ارباع الاكسترا Fluid فلويد والبلازما الدم بيكون ربع الاكسترا سيلولار Fluid طيب ايش هو الانترستيشال فلويد اللي هو الفلويد اللي بيكون موجود بين الفراغات بين الخلايا وبلازما الدم اللي هي بتكون ميكست وذ بلاد مثلا لو اجينا حكينا انه young ادلت وزنه نحكي ستين كيلوغرام جرام بدنا نحسب قديش نسبة البلازما بالبداية انت عندك التوتال بدي او التوتال بدي ويت ستين كيلو جرام الستين كيلوغرام جرام هاي بدنا نعرف قديش آه نسبة او قديش بتشكل المياه منها نحكي المياه او هي المياه ينج من حكينا بتشكل ستين بالمئة يعني بتضربها بستين على مية يعني بتطلع قديش ستة وثلاثين كيلو جرام اللي هي نسبة ايش نسبة يعني التوتال بدي فلويد التوتال بادي فلويد شامل الاي سي اف وشامل الاي سي طيب احنا ايش بدنا؟ المطلوب هو البلازما طيب عشان توجد البلازما قبلها ايش لازم توجد؟ عشان نوجد البلازما لازم بالبدايه اخليها بلون ثاني نوجد ايش؟ نوجد الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو الاي سي اف الاي سي اف يساوي بنحكي اللي هي التوتال بدي والتوتال بدي فلويد اللي هو كان 36 جرام بتضربه بقديش بتضربه بنسبه الاي سي اف نسبه الاي سي اف او الاكسترا سيلولار فلويد اللي هي ثلث ثلاث فيها بواحد ستة وثلاثين على ثلاث فيها باثناش، عشر فبالتالي صفى الاي سي اف او الاكسترا سيلولار فلويد يساوي اثني عشر كيلو جرام وطبعا صفى الاي سي اف ايش يساوي ستة وثلاثين ناقص اثني عشر اربعة وعشرين اربعة وعشرين كيلو جرام طيب هلا هيك طلعنا الاي سي اف وطلعنا الاي سي اف ايش بدنا بالمطلوب بدنا بلازما الدم طيب بلازما الدم هسه نقدر نطلع بلازما الدم البلازما تساوي الاي سي اف اللي هي ال12 اللي طلعت معنا ضرب قديش ضرب ربع اللي هي ايش الربع نسبه البلازما من الاي سي اف على بواحد على 4 بثلاث فبالتالي البلازما ثلاثة كيلو جرام 3 كيلو جرام طبعا اكيد راح يكون اللي هي الانترستيشال فلويد يساوي قديش 12 ناقص 3 ويساوي 9 كيلو جرام هاي هيك احنا بنطلع سوائل الجسم تمام المفروض يكون لحد هسا كل شي واضح يعني الموضوع لحد هسا جدا سهل ما في اي تعقيدات لسه لقدام في التعقيدات طيب لازم نعرف انه في مكون ثالث للاكسترا سيلولر فلويد اسمه يعني مكون ثالث غير البلازما وغير ال غير البلازما وغير الانترستيشال فلويد اسمه ترانس سيلولار فلويد ايش اسمه ترانس سيلولار فلويد ايش ترانس سيلولار فلويد اللي هو السكريشن الافرازات اللي بيفرزها الجسم مثل ايش؟ اللي هو السويت العرق وممكن كمان الدايجستيف سكريشن اللي هي افرازات الجهاز الهضمي أم الويت, الويت السويت والدايجستيف سيكريشن وممكن كمان نحكي البايلي اللي هي افرازات الحوصلة الصفراوية او المرارة وفي افرازات كثير لازم رح نتطرق لها بس هاي لازم نعرف انه احنا ما بنعتبرها يعني لما نحسب سوائل الجسم ما بنعتبر إلها نسبة هسا هي اكيد لها نسبة بس نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر عشان هيك لما نعمل الحسابات ما بنتطرق لها بالمرة بالنسبة للمثال اللي حكيناه فوق انه اذا كان التوتال بودي اه ويت التوتال بودي ويت يساوي ستين كيلو جرام في طريقة ثانية بس انا ما بحبها لاني بحب يعني ما بحب احفظ نسب كثير انه يعني دغري خلص ال سي اف او اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد بيعطيك قديش اللي هو بيكون عشرين بالمية من التوتال بادي ويت والاي سي اف بيكون قديش يكون اربعين من التوتال بادي ويت فبالتالي خلص دغري بنحكي ستين بالستين كيلو جرام ضرب عشرين على مية ويساوي اللي هو اثنى كيلوغرام اللي هو ايش احنا هون الاي سي اف وهيها طلعت معنا دغري 12 كيلوغرام دون ما نعمل الخطوات الثانيه الكثيره والاي سي اف اللي هو 40% من التوتال بودي ويت يعني خلص بنحكي 60 ضرب 40 على 100 صفرين مع الصفرين وتساوي ستة ب قديش بتطلع 24 اللي هي الاي سي اف اربعة وعشرين كيلو جرام بس هاي هي يعني ممكن تستخدموا هاي ممكن تستخدموا هاي اللي بيريحكوا انا الصراحة ما بحب احفظ نسب كثير لاني بحس حالي بصير اخربط فرح احفظ اللي هي ثلث وثلثين وربع وثلاث ارباع احسن لي طيب خلينا نقرأ السلايدات البادي فلويد كومبارتمنت توتال بادي فلويد كونستيتيوس اوف Uh, of, uh 55 to 60% percent of the body weight in young men and 45 to 50% percent of body weight in young women. This is due to the greater amount of adipose tissue in women than men. يعني مثل ما حكينا انه عند الرجال بتكون 55 ل 60% نسبة المياه وهذا بسبب الفاتس او او وعند الاناث او بتكون 45 ل 50% وهذا السبب انه الفاتس او الاديبوز تيشيو عند الاناث بتكون نسبته اكبر والاديبوز تيشيو بيكون فيه ليس ووتر الانتر سيلولار وحكينا انه البادي فلويدز هي عباره توت البادي فلويدز ديستريبيوتد بتوين بيكون انتر انتر فلويد واكسترا سيلولار فلويد الانترا فلويد اللي هو بيكون اثنين على ثلاث من البادي فلويد وبعطيك اربعين بالمية من التوتال بادي يعني بالنسبة للبادي فلويد هو عبارة عن اثنين على ثلاث بالنسبة للتوتال بادي ويت هو عبارة عن اربعين بالمية والاكسترا سيلور فلويد هو عبارة عن ثلث البادي فلويد وعشرين بالمية من التوتال بادي ECF can divide into subcompartments اللي هي الانترستيشيال فلويد وايش وال الانترستيشيال فلويد والبلد بلازما والترانسيلولر فوليوم اللي حكينا ترانسيلولر فلويد فوليوم اللي حكينا نسبته بتكون صغيره انترستيشيال فلويد اللي هي 3 على 4 من الاكسترا سيلولر فلويد ذس فلويد سراوندز اول سيلز اكسبت بلد سيلز اند انكلودز ذا ليمف اللي هو السائل الليمفي قديمه اه ايش القديمه قديمة is, uh, is, is palpable uh, swelling produced by expansion of interstitial fluid volume. طيب إيش يعني القديمة؟ uh, إذا بتتذكروا حكينا إنه uh, في عند الكابيلاري بالكابيلاريز uh, في عنا اللي هي جابس الجاب جنكشن اللي هي اللي بيطلع منها البلازما عشان بصير في ميكسينج قلنا بين الانترستيشال فلويد والبلازما فهاي الجابس بتكون صغيره لا تسمح بخروج البروتينات البروتينات الموجوده داخل البلازما هلا في حال انه صار وخرجت هاي البروتينات من الجابس هذول فايش اللي راح يصير راح يصير اديما از بالبابل سويلنج برودوسد باي اكسبانشن بصير توسع بالانترستيشال فلويد ازدياد بالانترستيشال فلويد فوليوم زياده بحجم الانترستيشال فلويد بسبب حجم البروتينات اذا طلعت من البلازما فلما يصير فاذا صار زي هيك هاي بنسميه بالب بنسميه اديما ايش بنسميه؟ بنسميه قديمة. نعيد ايش هي القديمة؟ لأنه حكينا في عندك الجابس اللي بتكون موجودات الجابس اللي بتكون موجودة مش الجاب جانكشن أنا خربطت هي الجابس اللي بتكون موجودة بالكابيلاري بالكابيلاري وول واللي بتسمح باللي هي الميكسنج يصير بين البلازما وبين البلد فلويد او سوائل الجب وبين الاكسترا سيلولر او interstitial فلويد وهاي حكينا ما بتسمح بخروج البروتينز هسه في حال صار وانه البروتين خرج البروتينز خرج من البلد بلازما interstitial فلويد فبالتالي هذا الاشي راح يعمل لنا اكسبانشن بالانترستيشال فلويد توسع وزياده بحجمه وبالتالي راح يؤدي لنا لمرض اسمه القديمة البلد بلازما اللي هي بتكون ربع الانترسيلولار فلويد ات از ذا فلويد بروتين اوف ذا blood يعني السوائل او لا بورشن بورشن مش بروتين

بروسباينال فلويد السيربرو فلويد اللي هو السائل النخاعي السائل النخاعي اللي هو البخضوم من النخاع الشوكي آه وعندك اللي هو البليورال آه وعندك البريشنال وعندك الساينوفيال وعندك الانتر الانتر اكيولر اند ال... البريكارديال فلويد والبايلي والاليوم واليومينال فلويد اوف اه, ذا جات والثايرويد اند ال, اه, الكوتشليا طيب ايش هاي السوائل هسه رح نرجع لهم واحد وحده ونحكي ايش هن بس بالبدايه اللي هو الترانسيلر فلويد هو عباره عن اي سي اف حكينا شو شو يعني سب كومبار سب كومبارتمنت ريبريزنتس فلويد ان ذا لومن اوف ستراكشر لاين باي ابيثيليوم اند اه لاين باي ابيثيليوم ايش يعني هاي العباره يعني السب كومبارتمنت الجزء الفرعي من اللي هي ريبريزنتس فلويد ان ذا lumen الجزء الفرعي من السوائل المبطنه لايد باي epithelium يعني لايد باي يعني بتكون هاي اللي هي مبطنه اللي هي الغدد السوائل اللي بتفرزها الغدد الغدد اللي هي بتكون مبطنه بابيثيليوم تشيو او بالانسجه الطلائيه مثل ايش الدايجستيف اللي هو الجهاز الهضمي الدايجستيف سيكريشن اللي هي افرازات الجهاز الهضمي السويت اللي هو العرق عندك اللي هو السيربرو سباينال فلويد او سي اس اف اللي هو السائل النخاعي وعندك اللي هو البليورال يعني يعني السائل الجنبي والبريت والبريتونيال والبريتونيال اللي هو السائل السائل البريتوني السينوفيال السائل الزلالي والانترا والانترا كولر اللي هو السائل الزجاجي او السائل بيكون موجود داخل العين واللي بحافظ على حجم العين ثابته and pericardial fluid اللي هو اللي هو السائل التاموري رجعت لجوجل وشفت ال يعني هاي السوائل حطها موجودة مش مطلوب منا نعرف أو نفهمها هسا خلص نحفظها عادي بشكل طبيعي البايل اللي هي المرارة and واللومينال فلويد اللومينال فلويد اللي هو سائل يفرز من الرحم الثايرويد اللي هي سوائل الغدة الدرقية and الكوتشليا الكوتشليا اللي هي يعني حسب ما أتوقع اللي هي السوائل الموجودة داخل قوقعة الأذن الوسطى أو داخل الأذن الداخلية القوقعة بالأذن الداخلية هي طيب آه يعني هاي اللي هي الترانسيلولار فلويد فوليوم اللي هي السوائل الموجوده بالجسم نسبتها بتكون محدوده لانها بتكون قليله جدا اللي هي افرازات الجسم بتكون آه نحفظ السوائل يعني أسماء هن الزنخه عادي نحفظهن بس يعني مش مطلوب نعرف كل واحد ايش شغله او ايش وظيفته خلص بس نحفظهن حفظ نيجي لهذا الجدول طبعا هذا الجدول ايش بيعطيك الاوزمولر سبستنس ان اكسترا سيلولار اند انتر سيلولار فلويد يعني تركيز المواد هذول بالانترا فلويد والاكسترا سيلولار فلويد اللي هي بالبلازما بال بالانترستيشال فلويد والبلازما طبعا هل رح نحفظه كله لا حكى الاشياء المهمه ايش الاشياء المهمه يعني مثلا اللي هن ال NA بلس بلس سي بلس ونقول كمان ال سي وبرضه كمان نحفظ الجلوكوز والبروتين واليوريا هيك اتوقع تمام يعني الباقي اتوقع ما في منه فايده على الفاضي ال بلس نسبته ببلازما الدم 142 بالانترستيشال فلويد 139، لا ركزوا معي عشان هسا في شغلة راح نناقشها، الـ NA بلس ببلازمة الدم أعلى بشوي من الـ Interstitial fluid، الكي بلس نفس الشيء ببلازمة الدم 4.2، إيه بالـ Interstitial fluid 4، بالانترسيلولار بالـ Intercellular fluid 14، نحفظ احفظوا بالبلازما والـ Interstitial fluid، والانترسيلولار فلويد والـ Intercellular fluid انسوا. بالنسبة للبوتاسيوم حكينا بالبلازما اللي هي 4.2 فاصل اثنين الانترستيشيال فلويد اربعة الكالسيوم 1.3 بالبلازما زي ما بنشوف برضو اعلى من الانترستيشيال فلويد ليش هلا بنحكي سي ال ماينس هون ايش سي ال ماينس بالبلازما اقل من الانترستيشال فلويد ليش لانه زي ما بنحكي انه بالبلازما بيكون عندنا بروتينز حكينا اللي هي هاي البروتينز اللي بتكون كبيره بالحجم وخروجها خارج الجسم اللي هو بيعمل لنا الاديمه خروجها خارج البلازما بيعمل لنا القديمه هاي البروتينز بتكون شحنه تسالبة عشان هيك عشان نعمل تعادل كهربائي لازم تكون نسبه الاني بلس بلس والسي اي بلس نسبتين او عددهن نحكي عدد الايونات اعلى شوي من اللي هو الانترستيشيال اعلى شوي من الانتراستيشيال فلويد عشان نعمل توازن كهربائي نعادل السالب والموجب الجلوكوز 5 6 5 6 ولاحظ انه داخل الانتراسيليولر بيكون تركيزه صفر الانتر داخل انتراسيليولر فلويد اللي هو داخل الخلايا تركيزه صفر ليش تركيزه صفر لانه مجرد ما فات على الخليه اما يستهلك او يخزن على شكل جلايكوجين احفظوا انه تركيزه صفر داخل الانتر انتر فلويد بس هاي اللي احفظوها هو بالعموم يعني مش راح يطلبها منا يعني ما اتوقع شو يقول لك تركيز الان اي بلس بالبلازما قديش لكن احتياط خلنا نحفظ هذول الاشياء اه البروتين 1.2 ببلازما الدم خارج بلازما الدم او بالانترستيشال فلويد شايفين نسبته قليله وحتى تكاد تكون معدومه. اليوريا برضه 4 4 4 ثابت بكل مكان. طيب اذا نحفظ ان اي بلس الكي بلس السي اي بلس 2 السي ال ماينس والجلوكوز والبروتين واليوريا وبرضه نعرف انه كمان السي ال ماينس او السبب انه تركيز الايونات الموجبه خارج البلازما اعلى من تركيزها داخل داخل البلازما يعني بالانترستيشال فلويد تركيز التركيز خارج تركيز بالانترستيشال فلويد لا الايونات الموجبه بيكون اقل من البلازما ليش لانه الانترست لانه البلازما بيكون فيها شحنة سالبة كبيرة اللي هي شحنة البروتينات فعشان هيك لازم نعمل تعادل كهربائي عن طريق الشحنات الموجبة طيب هون في نوتين أو شغلتين لازم نعرفن the rate of total body fluid or total body weight uh, decline with adva with advancing age and with obesity اللي هي uh, نسبة المياه the rate of total body fluid نسبة المياه بالجسم uh, to uh, to total body weight decline بتنقص مع تقدم العمر وال obesity السمنة ليش لأنه بصير بتزيد كمية الدهون بالجسم وحكينا الدهون أو الفا... الاديبوز تيشو فيها كميه بلازما فيها قليله بلازما اند for proteins the plasma and interstitial fluid نفس الكومبوزيشن نفس الاشياء فيها ما عدا البروتينز which have higher concentration in the plasma حكينا برضه انه تركيز الايونات بيكون اعلى بس بنسبه قليله مش بنسبه جدا عاليه لا بنسبه قليله مش زي البروتينز البروتينز لما نرجع على الجدول بنلاقي انه البروتينز 1.2 بتكون ببلازما بالبلازما بالانترستيشال فلويد 2 بالعشره مش زي مثلا الان اي بلس الان اي بلس 142 139 يعني تقريبا نفس الشيء والكي بلس نفس الشيء بس البروتينات ليش؟ لانه البروتينات بتكون كبيره الحجم داخل ال اللي هي البلازما وما بتقدر تطلع خارجها which have higher concentration in plasma اللي هي البروتينز وحكينا عشان هيك بتكون البروتين بروتينات في شحنة سالبة عشان هيك في تركيز ضئيل مرتفع عند البلازما من الايونات الموجبة عشان تعمل تعادل كهربائي The measurement of fluid volume هلا رح يبلش التاقي إذا بتلاحظ بالحسابات اللي عملناها قبل وإحنا نحسب قبل إذا بتلاحظ في اللي هي رينجز كثير يعني بحكي لك إنه كمية المياه بالجسم من 50% ل 60% بعدين بحكي لك بالميل هالقد بعدين بالفيميل هالقد بعدين نسبة الـ اللي هي الانترستيشال يعني بنتعامل قاعدين بنسب ونسب هاي برينجز رينجز مش ثابتة فإحنا كيف بنقدر يعني بعض الحالات لازم إنه نعطي اللي هي نسب السوائل بدقه لازم نعطي نسب السوائل الموجوده بالجسم بدقة فالمفروض في طريقه ثانيه واللي هي الطريقه اللي خلت العلماء يصلوا للي هو التفسير اللي احنا فسرناه او مش التفسير اللي احنا فسرناه يعني قصدي يصلوا للنسب هاي النسب اللي هي الاي سي اف هالقد بتكون نسبته الاي سي اف هالقد بتكون نسبته يعني كيف قدروا يحصوا حجم السوائل الموجوده بالجسم ففي طريقه ثانيه يعني انا كيف بقدر اعمل احسب اللي هي الفلويد فوليوم طيب قبل ما احكي لكم كيف نقدر نحسب الفلويد فوليوم بدنا نعطي مثال مثال عشان نقرب ما له دخل بالفلو بالفلويد يعني بس هو عشان نفهم الطريقة اللي قدرنا نحسب بها الفلويد فوليوم مثلا اعتبر انه فيه عشر اشخاص او عشر اولاد خلنا نحكي اه بغرفة او لا بدناش نقول عشر اولاد بدنا نقول في عدد من الاولاد بغرفة انت مش عارف كم, كم ولدهم طيب احنا مش عارفين كم ولدهم وبدنا نعرف قديش ايش بنعمل بنروح بنمرق من, من تحت الباب عشر دنانير وبنستنى اول ما يطلع واحد منهم بنمسكه م- وم... لا قبل عفوا لما ننطيهم عشر دنانير او عشر دنانير بنحكي لهم قسموا هاي العشر دنانير بيناتكم. وفعلا طلعوا كويسين وقسموا العشر دنانير في- بيناتهم. طيب كيف بقدر اعرف كيف- كيف بقدر اعرف هسا قديش عدد هذول الاولاد اللي بالغرفه بس انا لما يطلع واحد منهم لما يطلع واحد منهم بمسكه وبشوف انت قديش معك مصاري مثلا طلع معاه دينارين فهون تلقائيا انا راح اعرف كونه معاه دينارين وهم وزعوا المصاري اللي بيناتهم بالتساوي وانا منطيهم عشر دنانير يعني انا منطيهم عشر دنانير والولد لما طلع دينارين معه فهون انا بستنتج انه هم كانوا خمس اولاد الموجودين بال اسمه بالغرفه فهلا نفس الطريقه احنا راح نتبعها بقياس الفلويد فوليوم ايش هي الطريقة اللي بنتبعها؟ أول شيء أه نعطي حقنة، الحقنة هاي فيها مادة، هاي المادة شرط انها تتوزع على سوائل الجسم كلياتها، يعني تصل الاكسترا فلويد، يعني بالأول أنت رح تحقنها بالوريد، الوريد يعني رح تصل لبلازما، بعد ما تصل لبلازما تطلع من البلازما وتصل لوين؟ تصل لا الانترستيشال فلويد، تطلع من الانترستيشال فلويد تصل لوين؟ تصل للاي سي اف او آه اللي هو فلويد طيب بعدين ايش بعمل ايش بعمل باخذ اللي هي عينه من السائل بسحب عينه من السائل الموجود بالجسم عينه بسيطه وبشوف قديش التركيز بالعينه هاي بشوف قديش التركيز بالعينه هاي بعدين بستخدم القانون هذا اللي هو اي على سي اللي هي كتلة العينة المحقونة يعني كتلة العينة اللي أنا حقنت بها سي اللي هي تركيز العينة المسحوبة يعني قديش كان تركيز بعينة الفلويد اللي أنا سحبتها من الجسم يعني فلويد فوليوم يساوي اللي هي كتلة العينة اللي أنا حقنت فيها بشرط إنه حكينا يتوزع لأنه هون أنا بدي أحسب ركز لي على الفلويد فوليوم كامل إي سي اف إي سي اف فلويد إي سي اف إي سي اف يعني بدنا نحسب العينة كاملة فالاي اللي هي كتلة العين المحقونة على تركيز العينة المحسوبة المسحوبة اللي هي الكونسنتريشن ممتاز ممتاز طيب آه هاي اذا بدي احسب الفلويد فوليوم طيب اذا بدي احسب اشي واحد او قبل بدنا نحسب اشي واحد ايش آه إش احسن اشي ممكن اني استخدمه آه يعني اشي احقنه حقنه ماده احقنها بالجسم بحيث انها تصل تصل الانترستيشيال فلويد او تصل للاكسترا فلويد والانترا سيلولار فلويد تصل للثنتين ايش احسن عين ممكن احقنها المي في احسن من المي ما فيش احسن من المي طيب بس كيف انا بدي احقن بالمي وهو اصلا الجسم مكون بالماء فبالتالي صفت ولا يعني صفيت كانك مش عامل شيء صح بس هون المي اللي بدي استخدمها لازم تكون تختلف راح نستخدم هون اللي هو الماء راح تكون هي نظير للمي نظير المي اللي راح استخدمه هسه خاطر ببالي اللي هي الهيفي ووتر او المي الثقيل اللي هو بنسميه الديتيريوم في ماده ثانيه اللي هي بتكون 2H2O فيها هون يو دي اي يو اتوقع هيك منها. او او المهم دي تيريوم اسمها 2H2O طيب ايش هي الديتيريوم؟ نظير مي، ايش هي نظير مي؟ اللي هي بعض العناصر زي مثلا اللي هو الكربون الاتش آه الاتش اللي هو الهيدروجين، آه عدد العدد الكتلي للاتش اللي انا استخدمته هون بيختلف عن العدد الكتلي للاتش اللي انا استخدمته بالاتش2 o يعني هي بتتشابه بالاعداد الذريه بتختلف بالاعداد الكتليه مش موضوعنا هسه، بس بدنا نعرف انه هون استخدمت مي بس نوع ثاني من المي اسمه الديتيريوم او الهيفي ووتر، المي المثقله او المي الثقيله. فليش استخدمت الووتر؟ لأن الووتر هي الوحيد اللي بتقدر تعبر لحد الـ ICF أو الـ سيلولار Fluid. طيب، في حال أنا بدي أقيس فقط اللي هي الـ Extra Cellular Fluid ما بدي الـ IC، بدي أقيس الـ ECF لحالها. إيش بدي أعمل؟ بستخدم مي أو مش مي، بستخدم مادة حقنة يعني ممكن انها تعبر الاي سي اف وتعبر تعبر الاي سي اف وتعبر الانترستيشال فلويد لكن مالها ما بتقدر تعبر الاي سي اف نعيد بتقدر تعبر الـ البلاز البلازما او اللي هي ال الاي سي اف اللي هي البلازما تقدر تفوت بالبلازما لما نحقنها بالدم ومن البلازما تطلع وين تطلع على الإنترستيشال فلويد اللي هو السائل بين الخلوي أو اللي هو الليمفي خلينا نقول تصل عليه بس بعدين ما تقدر تفوت على الخلية ما تقدر تفوت على الخلية يعني عشان نوضح بالرسم هاي عنا اللي هي الفيسل فيها إيش حكينا بلازما وهون حكينا في ايش الانترستيشيال فلويد والانترستيشيال فلويد هون بعدي عنا اللي هي الخلايا او خلنا نحط خلية واحدة اذا خلص خلية احنا بنحقن وين اول ما نحقن بنحقن بالبلازما هون الحقن بتيجي بالبلازما حقنا لما نحقن اللي هي المادة اللي احنا حقناها بتطلع من البلازما، ال... احنا قلنا بالبداية حقنا اللي هو الديتيريوم، اللي هو نظير المي. الديتيريوم راح يطلع من البلازما بعدين يروح على الاي سي IC... على الاي اس اف، بعدين نروح على الاي سي اف اللي هي الموجودة بالخلية. تمام؟ تمام. كونه عبر كل سوائل الجسم فراح يمكنني أع... أ... أ... يعني احسب اللي هو الفلويد فوليوم. طيب في حال ما في حال انه انا بدي احسب بس الاكسترا سيلولار فلويد الاكسترا سيلولار فلويد ايش هو اللي هو البلازما والاي اس اف حلو ايش راح اعمل راح استعمل ماده الماده هاي راح احقنها بالبلازما بس ايش كمان لما تنحقن بالبلازما بدها تطلع لوين للاي اس اف اللي هو الانترستيشال فلويد بس لما تطلع على الاي اس اف ما راح ترجع تروح على الاي سي اف يعني عند الاي اس اف وبتوقف نعيد لما بدي احسب اللي هو ايش هون انا بدي احسب اللي هي الاي سي اف فوليوم راح احقم ماده بالبلازما تطلع من البلازما لوين تطلع من البلازما للاي اس اف وما تعبر للاي سي اف لو عبرت للاي سي اف هون انا بحسب اللي هو الفلويد فوليوم ما بحسب الاي سي اف بحسب الاي سي اف والاي سي اف اللي هو الفلويد فوليوم الحجم كامل انا بدي اياها توقف عند الايس الاي اس اف وبعمل نفس الشيء باخذ عينه باخذ عينه اللي هي عينه من البلازما او باخذ عينه من سائل الجسم وبعدين بشوف كمية الكتلة اللي أنا حقنت فيها كمية كتلة العينة اللي أنا حقنت فيها على الكونسنتريشن اللي هو ايش؟ التركيز تركيز العينة تركيز العينة اللي أنا سحبتها تركيز العينة اللي أنا سحبتها نفسه اللي هو ايه على سي اللي هو ايه على سي نفس الاشي يعني ما فرق كثير بس ايش الفرق انه بالفلويد فوليوم عبر على الاي سي اف الاي اسمه فلويد فوليوم عبر على الاي سي اما بالاكسترا سيلولار فوليوم لازم ما يعبر على ICF عند الاي اس اف ويوقف اللي هو فلويد ولا نفس التكنيك يعني اللي هي ايه هون راح يكون آه كتله الماده المحقونه والسيل راح يكون كونسنتريشن تركيز العينه تركيز العينه طيب هيك حسبنا الاي سي اف فوليوم زي ايش المواد اللي بتقدر تفوت بالبلازما والاي اس اف بس ما راح تفوت على الاي سي اف في مواد كثير برضه لكن لكن الدكتور بالسلايدات أه حط اللي هي السكاريدز والثانية اللي هي الايونز بعض السكاريدز زي ال في سكرا انواع السكاريدز راح نحكي بيهن ايش صار اه راح نحكي بيهن أه لما نروح على السلايدات بس نعرف انه السكاريدز والايونز هلأ منحكي شو هن طيب إذا بدي أحسب الإي سي أف ما بدي الإي سي أف بدي أحسب الإي سي أف الإي سي أف صعب أو مش صعب مستحيل تحسبها يعني ما 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 في ماده ممكن انها دغري تروح على الاي سي اف يعني لازم تمر بالبلازما وتمر على الاي اس اف بعدين تمر على الاي سي اف طيب يا عماد يعني ما بنقدر نحسب الاي سي اف لا طبعا بنقدر نحسبها انت خلص مجرد ما طلعت اللي هي الفلويد فوليوم صار معروف عندك والاي سي اف صار معروف عندك فبالتالي خلص الفلويد فول يعني شو هي سوائل الجسم قلنا اي سي اف واي سي اف وقلنا اللي هي الترانس سيلولار فلويدز هذولا ما بنحسبه ما بنعتبره لانها نسبه قليله جدا الفلويد فوليوم ناقص الاي سي اف بده يعطيك الاي سي اف وصلى الله وبارك طيب هيك تقريبا بنكون شرحنا كل اشي يعني هاي التعقيدات هون شوي الموضوع معقد والدكتور صراحة ما اعطانا امثلة يعني اتوقع المحاضرة الجاي رح تكون امثلة لسه والله ما شيكت عليها فاتوقع المحاضرة الجاي رح تكون امثلة على الحسابات طيب نرجع للسلايدات البادي فلويد هاي سلايدات حكيناها on measures of a fluid volume the indicator uh, dilation method it can be obtained by placing and by placing an indicator substances or substance in the compartment of fluid that we would like to measure after the even uh, dispersion of the indicator the volume of the compartment can be calculated according to the فورميلا يعني زي ما حكيت لكم انه اول اشي بدنا نحط الانديكيتور او بليسنج يعني نضع الانديكيتور سبستنس اللي هو السبستنس اللي بدنا نحكم فيه ان ذا كومبارتمنت اوف فلويد اللي هي الفلويد الفلويد تبع الجسم ولازم انه حكينا يتوزع بشكل كامل هذا لما بدنا نقيس اللي هو الفلويد فوليوم يتوزع بشكل كامل بين الكومبارتمنت اوف ذا فلويد اوف ذا توتال بودي فلويد ولما يتوزع ناخذ عينه والعينه هاي بنقيس تركيزها وبنقسم اللي هو الكتله كتله العين اللي احنا حطيناها على التركيز وبطلع معنا اللي هو البلد فوليوم هون A اللي هي هي القانون V اللي هو التوتال بودي فوليوم A اللي هي الكتلة لا الـ الـ المادة اللي حقناها والC اللي هي الفاينل كونسنتريشن اتنت اللي هي الفاينل كونسنتريشن اتنت يعني تركيز اللي حصلنا عليه. هلا ممكن في طريقة ثانية نستعملها اللي هي الفوليوم او الفوليوم بي، هلا احنا يعني عشان نكون شارحين كل شيء. الطريقة الثانية اللي ممكن نستعملها احنا لازم نعرف انه قانون قانون الفوليوم بي ضرب ال concentration B تساوي الفوليوم volume A ضرب الـ concentration A يعني حجم حجم المي الثاني ضرب تركيزه الثاني بعطيك الحجم الأول ضرب التركيز الأول هاي قانون ممكن نستعمله إذا كان مثلا معطيك بالسؤال حاب يعطيك فوليوم بي وفوليوم اي ومثلا وكونسنتريشن اي ويقول لك بدي كونسنتريشن بي أو بده كونسنتريشن بده فوليوم اي ممكن يكون اللي هو الحجم الأول فممكن يعطيك معطيات إنك تستخدم القانون هذا فمثلا لو بدي فوليوم اي نكمل قراءة السلايدات measurement of fluid volume الماركرز اللي هو المادة اللي رح تحقن بيها all markers share four qualities أول quality اللي هي they are measurable يعني قابل للقياس they remain in the compartment being measured يعني لازم إنها تبقى باطار السائل اللي انت بدك تقيسه. They do not alter water distribution in compartments being measured، يعني هي ما راح تغير توزيع او تركيب المياه اللي انت اللي بتكون موجوده اصلا بالجسم. And they are non-they uh, are non-toxic، يعني غير سامه. Measurement of fluid volume. برضه راح نكمل بالfluid volume. For total body fluid measurement, the unstable radioactive water. أنا قلنا اللي هي نظائر للمي اللي هن إيش تريتيوم وديتيريوم. حكيت لكم ديتيريوم والصراحة كنت ناسي اسم تريتيوم يعني الصراحة. فهيهن اللي هن بتستخدم عشان التوتال بادي ووت التوتال بادي قلنا بتستخدم لا تريتيوم او ديتيريوم ليش لانه الثنتين يعتبرن هن يعني يعتبرن ماء والماء حكينا بيقدر يفوت لحد الاي سي اف المي يعني اه بيقدر يفوت لحد الاي سي اف عن طريق الاكوابورينز فعشان هيك بنستخدم التريتيوم والديتيريوم عشان نقيس التوتال بودي بودي فلويد ذا سبستنس اوف تشوز اللي هي الراديو 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 اكتف ووتر اللي هي التريتيوم وبرضه عندنا ايش كمان اللي هي الهيفي ووتر اللي هي الديتيريوم كان اولسو بي Uh, used. however it is a stable eyes, uh, isotope. anti لحظة دوهات. can also be used. however it is a stable isotope. آه، ah, isotope. يعني إنه كمان بقدر أستخدم الديتيريوم إذا إنه كان uh, مستقر. يعني isolate إذا كان uh, ستيبل ايزوتوب يعني اذا كان نظير مستقر وبحكي لك كمان انه بتقدر تستخدم مادة اسمها الانتي بايرين بتقدر تستخدم اليوريا وبتقدر تستخدم الثيو اليوريا كان also be used to measure the total body fluid volume يعني ايش تقدر تستخدم تريتيوم اللي هي الراديو ايتف ووتر او التريتيوم الهيفي ووتر أو اللي هي الديتيريوم وكمان بتقدر تستخدم اللي هي الانتيبورين اليوريا الثيويوريا كل هن هذول تقدر تستخدمهن for extracellular fluid volume measured two types of substance حكينا نرجع نعيد الإكسترا سيلولار فلويد يعني ما بدي يصل للإي سي إف بدي يظل بالإي سي إف ايش بنقدر نستخدم؟ حكينا ممكن نستخدم سكرايزد وممكن نستخدم ايونز، السكرايزد اللي هي مثل الانيولين، سكروز، رافينوز و آه, مانيتول. نعيدهن ايش هن؟ آه اي اللي هي in انيولين، آه, سكروز، رافانوز و مانيتول. ايونز ساتش از والايونات مثل ايش؟ الثيوسالفيت

آه يعني ال NA بلس اللي هي الصوديوم NA بلس بتقدر تستخدمه ولكن ملد ايرور مع ذلك يعني ايفر مع ذلك ملد ايرور قد يتم الحصول ميلد ايرور از اوبتيند قد يتم الحصول على خطأ بسيط if NA is used uh, since small amount اذا استخدمت ال NA بكمية صغيرة لأنه ممكن آه, شوية NA NA may diffuse into the cell ممكن شوية ان اي يدخل على الخلية نعيد حكينا اللي هي المجرمنت القياسات اذا بدي الفلويد فوليوم بشكل كامل راح نستخدم اللي هو تريتيوم ديتيريوم انتي بورين يوريا ثيوريا كان اولسو يوزد ان ميجر توتال بودي فلويد تريتيوم ديتيريوم يوريا انتي بورين ثيوريا خمس مواد الاكسترا فلويد Uh, measurement of two types ايش هن التايبس هون حكينا الشرط انه نستخدم الاكسترا سيلو fluid انه ما يصل للاي سي اف ايش هو المش ممكن يصل للاي سي اف اللي هو السكريزد السكريات انيولين سكروز رافانوز ومانيتول انيولين رافانوز انيولين رافانوز وسكروز و uh, أه و وبرضو الايونات ثيو سلفيت ثيو سينات اند راديو أه نيوكليلايدز اوف ذا ايو اوف ذا ايوثلاميت وسلفيت كلوريد بروميد اللي يعني SO4-2 CL- BR- NA+ وحكينا الـ NA+ ممكن ينجم عنه خطأ طفيف لأنه ممكن كمية إذا استخدمناه يعني بكميات قليلة لانه يعني ممكن كميه منه تدخل على الاي سي اف طيب ميجرمنت اوف فلويد فوليوم هسه فور كالكوليشن ذا انتر سيلولر انتر انتر سيلولر فوليوم دايركت ميجرمنت از نوت بوسيبل يعني انك تحسبه بشكل مباشر زي ما سوينا بالاي سي اف والاي سي اف غير ممكن This formula used to enter cellular فوليوم اللي هي توتال body water احنا بنقدر نحسب التوتال بدي ووتر بنقدر نحسب الاكسترا فلويد اصلا التوتال بدي ووتر من ايش مكون اكسترا سيلولار فلويد و فلويد التوتال بدي ووتر ناقص الاكسترا فلويد شو راح يعطيك راح يعطيك الانترا فلويد ميجرمنت اوف بلازما فوليوم هلا رايحين نحسب فقط البلازما إذا بدي أقيس البلازما لحالها لازم استخدم مادة اه اذا بدك تقيس البلازما حكينا انه عندك هاي اللي هي البلد فيسلز وهون عندك الاي اس اف وعندك كونا اللي هي الخلية فانت بدك تقيس حجم البلازما بس ما بدك الاي اس اف فبالتالي راح تحقن حقنة لكن تظل داخل الفيسلز ما تطلع برا الكابيلاري برا برا الفيسل يعني ما تطلع على الاي اس اف مثل ايش هاي المواد هاي اول اشي في طريقتين عشان نقيس البلازما فوليوم ا سبستنس ذات انت ذات نيذر ليف ذا فاسكولار سيستم نور بنتريت اه وبرضه كمان شغله لازم انها نيذر ليف ذا فاسكولار سيستم انها ما تطلع برا الاوعيه الدمويه وانها نوت بينتريت ذا ايروث ذا ايرايثروسايتس انها ما تدخل جوا الايرايثروسايتس او اللي هي خلايا الدم الحمراء Uh, such substance include لأنه إذا دخلت داخل خلايا الدم الحمراء بتصير أنت قاعد بتقيس نسبة الفوليوم تبع خلايا الدم الحمراء مع البلازما، لا أنت بدك البلازما بس. Uh, مثل إيش هاي المواد؟ Even even blue dye also has the advantage of being uh, avidly bond to plasma protein. يعني هاي الصبغة اللي هي Evans blue dye إلها خاصية انها بتظل مرتبطة مع بروتينات البلازم عشان هيك ما راح تطلع لبرا على الاي اس اف ولا راح ترتبط ب او تدخل على الاريثروسايتس. Uh, الراديو راديو راديو لودينيتد هيومن سيريوم البومين او اللي هو اي 125 البومين is also called RISA برضو هاي المادة اللي هي راديو آه لودينيتد هيومن سيريوم ألبومين آه أو اللي هي I-125 آه ألبومين is also called RISA يعني RISA أو ألبومين أو راديو آه آيود أيودينيتد آه هاي الآي اللي هي I-125 هيليود آه راديو iodinated human gamma globular globulin and uh, fibrinogen uh, اللي هي اسمها uh, البريفيرابل ال ال uh, اسماء صعبه احفظوا ار اي اس اي واللي هي والايفانز بلو داي هيك احفظوهن ايفانز بلو داي واي او اي البومين او ار اي اس اي والبريفيرابل عم مسؤوليتي خلص شو بده يحفظوا الاسم كامل the use of tagged erythrocytes by radioactive iso, uh, isotopes of uh, phosphorus p 32 iron Fe uh, اللي هو Fe من 59 55 هاي نظائر يعني and uh, and uh, Chromium اللي هي هاي الطريقة الثانية انك تستخدم erythrocytes اللي هن ايش قلنا erythrocytes خلايا دم حمراء وتعطيهن صبغة اه... تاجد باي راديو اكتف اه... ايزوتوبس تعطيهن صبغه راديو اكتف مثل ايش الخلايا مثل ايش شاي الصبغه ممكن تكون فوسفات ممكن تكون اف اي -E. ممكن تكون كروم ذيس ار بي سيز ار انجكتد انك بتعطيها بالوريد and their volume of distribution is major هي أنت رح تعطيها بالوريد وتتوزع بالبلازما بعدين بتقيس اللي هي الـ volume of distribution اللي هي الكمية اللي توزعت فيها يعني بتاخذ عينة من من البلازما وبتشوف كمية توزيعها بالبلازما وهيك بتقدر أنت تطلع اه الفوليوم تبع اللي هو البلازما يعني الطرق اللي بتقدر تقيس بها البلازما اما عن طريق مادة تحقنها بالبلازما وما او تحقنها يعني بالوريد ما تنخلط مع الاريثروسايتس اللي هي خلايا الدم ما تعبر الاريثروسايتس وبنفس الوقت ايش بنفس الوقت انه ما تطلع على الانترستيشيال <applause> فلويد مثل الايفانز بلو الار اي اس اي والبريفيرابل او انك تستخدم اللي هي تاجد اريثروسايتس اريثروسايتس اللي هي خلايا دم حمراء مصبوغه مثل ايش اللي هي في سفور اثنين ثلاثين اف اي تسعة وخمسين لخمسة وخمسين وعندك اللي هو السي ار اللي هو الكرون كروم كروميوم كروم يعني عنصر الكروم هاي صبغات للار بي سيز وهاي الصبغات طبعا راح نصبغ راح نصبغ الارثروسايتس لانه عشان ما تكون زي لون خلايا الدم الحمراء وهاي الصبغات راح تتوزع بال distribution in شو اسمه in the plasma بعدين بنقيس الفوليوم للdistribution مجر من اوف فلويد فوليوم اخر شيء اللي هي كالكوليشن ذا انترستيشال فلويد يا عمي خلص ما انا يعني مستحيل احقن ماده انت دائما كل اللي بتحقنه انترفينيسلي فهي اجبار تمر بلازما فانت عشان تحسب ما بتقدر تحسب الانترستيشال فلويد دغري انت حسبت الاكسترا سيلولار فاليوم صار معروف عندك قديش والبلازما برضه صارت معروفه عندك قديش اكسترا سيلولار فوليوم ناقص البلازما فوليوم راح يعطيك ايش؟ راح يعطيك الانترستيشال fluid volume وانتهينا for the calculation of blood volume the following اللي هون عشان تحسب blood volume اللي هي البلازما مع خلايا الدم بنستخدم هاي هاي القانون total blood volume اللي هو ال plasma volume حجم البلازما على واحد ناقص الهيماتو الهيمات اللي هو الهيماتوكريت الهيماتوكريت اللي هي نسبه حجم الكريات نسبه حجم كريات الدم الحمراء. إيش الهيماتوكريت نسبة حجم كريات الدم الحمراء للدم. واحد ناقص الهيماتو يعني هيماتوكريت ماتو كريت خمسة أو قد ما تكون تكون واحد ناقص الهيماتوكريت مقسومة على البلازما فوليوم. بلازما فوليوم مع واحد ناقص الهيماتوكريت بيعطيك التوتال بلاد فوليوم. السؤال تبع الهاي هاي أول مرة بشوفه على فكرة. Which of the following substance are Combination of substance could be used to measure the interstitial fluid. أول اشي بدنا نعرف إنه إحنا هون بدنا ال interstitial fluid، إيش ال interstitial fluid؟ ال interstitial fluid اللي هو السائل بين الخلوي فبالتالي إحنا بدنا نحسب إيش؟ بدنا نحسب ال ECF بالبداية. ايش بدنا نحسب؟ الاي سي اف الاكسترا سيلولار فلويد وبدنا نطرح منه ايش؟ بدنا نطرح منه البلازما عشان نحسب الاي سي اف بدنا ماده تفوت ركز معي بدنا ماده تفوت بالبلازما وتفوت بالـ Interstitial فلويد وما تفوت بال خليني اوضح لكم نفس الشيء هون اللي هي عندك البلد فيسل هون البلد فيسل أه البلاد فيسل بها بلازما حلو حلو البلازما براها ايش براها اي اس اف اللي هو الإشي اللي بده اياه يعني نحسبه الانترستيشيال فلويد فوليوم وعندك خليه الخليه فيها ايش فيها اي سي اف طيب هل انا بدي احسب الاي اس اف طب انا كيف بدي دايركتلي ما بزبط يعني ماده تحقنها دغري بالجسم تعطيك الـ ما بزبط لانه انت بدك تحقن بالبلد فيسل او بالوريد خلينا نحكي فبدها تطلع من الوريد وتروح للاي اس اف بس انا بقدر استثني تروح للاي اس اف بس بقدر استثني الاي سي اف يعني بقدر احقن ماده بالبلازما تروح على الاي اس اف بس ما تروح على الاي سي اف فهون انا بقدر استثني الاي سي اف فيعني بالبدايه بدك ماده تروح على البلازما تفوت بالبلازما تروح على الاي اس اف بس ما تفوت على الاي سي اف طيب ايش هي المواد اللي بتفوت على البلازما بعدين بتروح على الاي اس اف حكينا عندك السكريات مثل ايش السكريات اليولينوز والسكريات يعني والانيولين والاشياء هاي طيب بعد ما تروح على الاي اس طيب هيك انا طلعت قد شو؟ طلعت الاي سي شو طلعت؟ طلعت الاي سي اف بضل عندي البلازما عشان انا انا هيك بدي الاي اس انا هون طلعت الاي سي اف لما استخدمت اللي هو النيولين طبعا هون الون ما في شيء الون يعني ايفانز بلو او هذول ما راح يزبط طيب انا عندي الانيولين هون ثنتين بهن الانيولين يعني بقدر استثني هذول الثلاث هذول الثلاث استثنيناهن عندك الانيولين اللي هو آه الانيولين اللي هو السكر مع ايش بقدر استخدم الانيولين مع الدي تو 2 ولا مع الراديو اكتيف البومين طيب احنا قلنا عندنا اللي هو الاي سي اف أوجدناه طب هسا إحنا بدنا نوجد البلازما كيف بقدر أوجد البلازما البلازما بقدر أوجدها عن طريق أنه نحقنها بمادة المادة هاي بدها تظل بالبلازما وما تروح للاي سي اف فبدك الاي اس اف فبدك تكنسل الاي اس اف وبرضه ما تختلط بالبلد اللي هي البلد سيلز يعني خلايا الدم الحمراء ايش المادة هاي؟ اللي هي الألبومين الراديو اكتف البومين او اللي هي الاي البومين فبالتالي صفت جواب ايش؟ اي ال دي2 او اللي هي اتوقع الديتيريوم او الهيفي ووتر فالهيفي ووتر لا هي بتفوت بكل سوائل الجسم فما رح نستفيد منها فهي غلط فصفى الجواب الصح اللي هو ايه اللي هي الالبومين اللي هي ماده بتفوت جوا البلازما وماده ماده بتضل جوا البلازما وماده بتفوت على الاي اس اف هيك بنكون خلصنا الماده ان شاء الله تكون سهله وبسيطه هي سهله ما فيها اشي يعني بالفهم تيجي و يعطيكم الف